وللحديث أكثر عن هذا الإنجاز يسرنا أن يكون معنا الدكتور محمد سمير مجاهد الحاصل على المركز الأول في فرع التلاوة في مسابقة بريكس الدولية للقرآن الكريم. مرحبا بك دكتور محمد معنا في نشرة الثامنة، ونبارك لك هذا الفوز وهذا الإنجاز، ونود أن توضح لنا أهمية هذا الإنجاز البحريني في هذه المسابقة الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل من الله عز وجل من الله علي بتحقيق المركز الأول في مسابقة بريكس الدولية للقرآن الكريم بمدينة كازان عاصمة تتارستان بجمهورية روسيا الاتحادية، ممثلا عن مملكة البحرين. الحمد لله، هذا الفوز لم يأتي من فراغ، بل كان نتاج جهد ونتاج اهتمام من القيادة الرشيدة بمملكة البحرين. جاء ذلك نتيجة اهتمامهم ورعايتهم لمراكز تحفيظ القرآن. نرى ذلك الاهتمام متجليا في انتشار مراكز تحفيظ القرآن على جميع أنحاء المملكة، وأيضا برامج إعداد الحفاظ ومعلمي القرآن الكريم. ذلك كله جاء نتيجة توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وأيضا ما شهدته مملكة البحرين مؤخرا من تطوير برامج ومناهج تحفيظ وتجويد القرآن الكريم. لا ننسى أيضا الدور الفاعل للإخوة في قسم المسابقات الدولية القرآنية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية، وأخص بالذكر الأخ العزيز الشيخ ناصر يونس جناحي المسؤول عن برامج الإعداد أو برنامج الإعداد للمسابقات الدولية، والمسؤول أيضا عن ترشيح الإخوة المتسابقين الممثلين لمملكة البحرين في المسابقات الدولية. وطبعا بفضل الله هذا الإنجاز يعد من الإنجازات القوية التي تضاف إلى سجل حافل من الإنجازات لشباب البحرين الحفظة والقراء الممثلين للمملكة في المسابقات الدولية، ويضع البحرين دائما في مصاف الدول المعروفة والمهتمة بكتاب الله. فالآن نجد أن المتسابق البحريني عندما يشارك في مسابقات دولية قرآنية، نجد أن المتسابقين المشاركين في المسابقة يبدأون في أخذ الحرص والحذر من المتسابق البحريني. فالقارئ البحريني أو الممثل لمملكة البحرين في المسابقات الدولية القرآنية الآن معروف بقوته وبمتانة حفظه وبأيضا رجاحة أحكامه وتلاوته، ويعد من المنافسين الأقوياء لجميع الدول. نرى ذلك بفضل الله عز وجل في تحقيق مملكة البحرين للعديد من الإنجازات المتقدمة في السنوات الأخيرة في جميع الفروع الخاصة بالقرآن الكريم، سواء كان ذلك في الحفظ أو في التلاوة أو حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر. الدكتور محمد سمير مجاهد، شكرا جزيلا لك.